السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الفيديو ده عن التغيير وعلاقته بالتسويق. في الثمانينات ظهر كتاب اسمه البحث عن التميز. الكتاب كان بيتكلم أو كان بيناقش أفضل 46 شركة في العالم في الوقت ده. الغريب إن الكاتب في الكتاب بتاعه قال إن 46 شركة دول معظمهم اختفى وفضل منهم 6 شركات فقط. التغيير هو القاعدة الثابتة في التسويق، والتسويق مر بعدة مراحل، وإن دخول منافسين جداد والاهتمام بالمنتج سواء من ناحية الخصائص أو المميزات أو الجودة أو الألوان أو المواصفات كان عنصر التغيير اللي خلانا نتحول من مرحلة الاهتمام بالإنتاج أو بكثافة الإنتاج إلى الاهتمام بالمنتج نفسه أو مواصفات المنتج، ودخلنا هنا عصر المنتجات أو التوجه بالمنتجات. وده بيأكد لنا إنك علشان تستمر في السوق يبقى لازم تواكب التطور والتغيير اللي بيحصل. كل شيء بيتغير، والتغيير ده له مصادر كتير، منها إن العملاء العمر بيهم بيتقدم وبالتالي اهتماماتهم وأذواقهم بتختلف، يعني الأذواق القديمة بيحل محلها أذواق جديدة، كمان الأولويات بتختلف، كمان في منافسين جدد بيدخلوا أو بيخرجوا من الأسواق، وأهم حاجة بقى هي إن التكنولوجيا بتتطور تطور سريع جدا، ومن هنا الأسواق بتتطور وبتتغير بسرعة كبيرة جدا، واللي هيستمر في السوق زي ما قلنا هو اللي هيواكب التطور والتغيير اللي بيحصل في السوق. التغيير هو عملية إيجابية وهو عملية انتعاش للأسواق. اوعى تفتكر إن التغيير ممكن يضرك إلا لو ما كنتش متابع السوق والتطورات اللي بتحصل فيه. في مثل بيقول قد يكون فائز اليوم هم خاسري الغد، وأكيد المثل ده احنا لو عكسناه هيكون صح جدا. وعلشان بقى تواكب التغيير ده فانت لازم تعمل 4 حاجات: رصد ومراقبة وترقب وسرعة استجابة لكل الأحداث اللي بتحصل في السوق. ده غير ان انت عليك كمان انك تتوقع ايه اللي ممكن يحصل وتكون مجهز نفسك له قبل ما يحصل. ان شاء الله استناني في الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه على ليه بتعاني معظم الشركات من ضعف إدارة التسويق. اتمنى لك كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.